تعالوا نروح للقارئ صاحب الصوت العذب الجميل عمر أشرف عمارة. حاجة يعني عمر يمكن عمل عملية بتر لساقه وقت ما كان بيذهب لحفظ القرآن الكريم. ازيك يا عمر؟ حبيبي بخير والله الحمد لله. ده انت اللي حبيبنا. عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله في نعمة بخير والله الحمد لله. ما شاء الله عليك وعلى صوتك يا عمر، الله يبارك فيك، والقراءة الجميلة والله. حبيبي الله يبارك في عمر. قولي بقى مولانا، انت تم اختيارك ازاي علشان تبقى موجود النهاردة في هذه الاحتفالية؟ بشكر اولا فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الشيخ احمد الطيب ووكيل الازهر الشريف الدكتور محمد الضويني والدكتور عائشة بدوي، دول لهم فضل علي كبير قوي. يا سيدي الشكر لله سبحانه وتعالى، والفضل من عند ربنا. الحمد لله. تم اختيارك عن طريق يعني او تحديدا باختيار من فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب؟ ايوه. يا سيدي يا سيدي يا بختك يا عمر حبيبي طب عمر، يعني انت شايف الدنيا ماشية ازاي؟ مش بس مشاركتك النهاردة بقراءة ايات من القرآن الكريم، لكن انت شايف الدنيا ماشية ازاي واحنا بنتكلم على نسخة رابعة، مش هقولك من هذه الاحتفالية ولكن من هذا التجمع البناء اللي كلما اسفر عن شيء انما يسفر عن المزيد والمزيد من الدعم لاخواتنا ولولادنا. والله انا كنت سعيد جدا 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 وانا في قمة السعادة اقسم بالله بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. والله قبلها لما أشارك في الاحتفالية قبلها بأسبوعين كنت بقول للبابا يا بابا نفسي أقرأ قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب، وفعلا حلم اتحقق أقسم بالله. والله يعتبر النهاردة حلم اتحقق. الله أكبر. طب أقول لك يا عمر، لو أنا طلبت منك طلب إنك تقرأ لي آية من القرآن الكريم أختارها، ينفع؟ اتفضل. أنا عايز الآيات الأولى من سورة النور. حاضر. سمي حاضر. الله. حاضر. اتفضل يا عمر. حاضر حاضر. حضر لك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. روح يا عمر، إلهي يفتح عليك ويفتحها في وشك. من أجمل الصور للقلب. أرحت القلوب يا عمر. حبيبي. أرحت القلوب يا عمر. ربنا يكرمك ويوفقك ويعزك ونشوفك في مراتب أعلى وأعلى دايما. كل الشكر ليك، ألف ألف شكر، ألف شكر ليك، ربنا يكرمك. كل الشكر لابننا الجميل الرائع القارئ عمر أشرف عمارة، بترت ساقيه أثناء ذهابه لحفظ القرآن الكريم. صحيح أنا طلبت من عمر أنه يقرأ لنا حاجة من سورة النور، تحديدا الآيات الأولى من سورة النور، وغالبا ما سمعنيش، فأرى الضحى. وأنا أحب القرآن كله، بس أنا أحب الضحى. وألم نشرح لك صدرك.